السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت بروح مشروع حقيقي وجاتنا مشاكل في موضوع الشكل بتاع الجوين بتاع الريلينج، تمام؟ فلقينا إن الريلينج فعلا بيدينا بعض الأدوات اللي بتساعدنا في إن تطلع بالشكل اللي احنا عايزينه بالظبط. يعني هو بيدينا حاجة افتراضية وتقدر تعدل فيها لحد ما توصل للي انت عايزه. ده السلم هو أوتوماتيك عمل الريلينج، فممكن نعمل سيلكت كده للريلينج. طيب خلينا نختار اهوت، هقول له انا عايز اعمل ايديت باس، ان انا عايز اغير المسار. بلاقي حاجه اسمها ايديت جوينت موجوده، تقدر تعمل سيلكت وتختار الجوينت ده هيبقى انهي شكل موجود، باي تايب ولا اكستند ريل تو ميت ولا انسيرت ولا نو كونكتور. فتقدر تختار اكتر من شكل زي ما انت عايز تغير الشكل بتاعه. ممكن ما يكونش هو ده اللي عايزه، بس هو بيديك الامكانيه اللي تختار الحاجه اللي مناسبه ليك. تقدر تيجي هنا مثلا، خلينا نشوف في 3D، تقدر تيجي هنا تختار النقطة اللي انت عايزها الجوين، تقدر تغير زي ما انت عايز. نوكل نكتور مثلا عايزها اكستندر تو ميت مثلا، نعملها بالشكل دوت زي ما انت عايز. وممكن تعمل سيلكت وتختار بالتاب ان تختار الجزء دوت، وتدخل هنا طيب والديفولت جوينت مثلا معمولة بالشكل دوت. ممكن تقول لا انا عايزها فليت، الترانزيشن ممكن تغير فيها زي ما انت عايز. دول مثلا عايزها سيمبل، يغير لك شكل الكونكشن اللي موجود. خلينا نرجع هنا واقول له ان انا عايز سيكشن مكتوب. تقدر تقول له مثلا عايز الجزء دوت، تقول له انا عايز اعمل اديت للريل. تقدر تختار مثلا الباص بتاعك اهوت، تقول له ايه الباص، وتلاقي عندك حاجات خاصة بيه الجوينت تقدر تختار منها اللي انت عايزه. مثلا النقطة دي باي تايب او فلتر او فيلت زي ما انت عايز.